البشريه لتنظيف السمك وتقطيعه وتجهيزه للاكل. طبعا اللي دايما باشمهندس بهاء بيتعامل معاه. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس بهاء. النهارده معانا سمكه الدراك زي ما احنا شايفين كده متقطعه جزل. هنشوفها من اول ما بتتجاب لحد ما بتتقطع وتوصل للشكل اللي احنا شايفينه. عايزه اقول لكم ان سمكه الدراك دي من الاسماك المفيده جدا جدا، وهي من فصيله اسماك التونه وغنيه بالاوميجا 3، وكمان بتقوي الذاكره، وكمان بتمنع من الامراض او الازمات القلبيه، وبتقوي المناعه للاطفال. فهي من الاسماك المفيده واللي بينصح بيها الاطباء في اكلها مره او مرتين في الشهر على الاقل. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين السمكه الريس ابراهيم عملها بالشكل الجميل ده وقطعها جزل، تنفع بقى للشوي او القلي او كمان الشوي على الجريل او الفحم. كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو من اول ما بيجيب السمكه. شايفين بسم الله ما شاء الله، ده البطروخ بتاعها مش كده؟ ده البطروخ بتاعها، ده النشو بتاعها لما بيقع شويه في بطن السمكه بيطول بيبقى بطروخ. هو ده. عايز اقول لك تسلم ايدك، وكل حاجه بتعملها جميله جدا جدا. محل هنا للتجهيز بس، وطبعا تنظيف الاسماك وكل حاجه والصبيت والكلام ده كله، وبيجهزها كمان طبعا لواحد زي باشمهندس بهاء علشان بيحطها في اطباق فويل علشان طبعا يطلعها اوردرات. يلا بينا بقى نشوف السمكه هنجيبها ازاي وهيعملها ازاي الريس ابراهيم. تابعوني واوعوا تروحوا في اي حته. وقبل بس ما ابدا الفيديو بفكركم باللايك واشتراك في القناه اللي يشوف قناتي اول مره، ويلا بينا نشوف مع بعض. الله ينور يا بهاء. اهيك يا جماعه السمكه بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين وزنها حوالي 15.5 كيلو، بتاعت باشمهندس بهاء طبعا هو اللي جايبها من الصيادين. هنحطها دلوقتي بقى علشان الريس ابراهيم يجهزها بقى، ونشوف هيعملها ازاي، هينضفها ويجهزها ازاي. قول لنا بقى تعمل فيها ايه اول حاجه. هي هتتنضف وبعد كده هتقطع جزر. انت شلت اول حاجه كده العنف بتاعتها. الراس دي بقى بتعمل بيها حاجه ولا بتترمي؟ بنعملها شوربه. شوربه؟ في حتت معينه كده يعني، هي الراس دي نفسها والفخ والكلام ده بيترمي، لكن في حاجات معينه في الراس يعني. الحته دي كده بيبقى فيها لحم السداغ دي، والجزء ده بيبقى فيه لحم احنا بنعمله شوربه ما بنحطوش في الجزر. تعتبر من الحاجات مش مستشريات صح؟ ما فيهاش قشرة أو ملساء يعني، هي ملساء. معظم فصائل التونة بتبقى ملساء. فكرة التونة اللي هي لحمتها بيضاء دي اللي ما عليهاش قشر كتير قوي صغيرة. يعني دي تعتبر البلدي بتاع التونة؟ طبعا التونة مستورد كده؟ لا، في تونة بلدي. بلدي؟ في تونة بلدي. كان عندي سمك تونة وكان عاملينها هنا برضه. والله. ممكن أوريه لك على التليفون. ان شاء الله نبقى نصوره بقى في حلقه منفصله سمك التونه البلدي. بقول لك يا ريس ابراهيم، السمكه دي مثلا في حدود 15 كيلو، بعد التنظيف ممكن تصفي كام كيلو؟ ممكن تصفي 13 كيلو. تنزل من وزنها 2 كيلو؟ يعني ايه؟ 10؟ 10 تزيد عن 10 10 ونص. بتكس التلت بالظبط عشان بقى هي 15 15 بتكس التلت. اقسم على 3 اهو في الجدره في 15 على 3 كده 25 ب 10 كيلو. دي يوم ما تطلع اكتر من 10 ب 10 ونص. عشان كده سعر الجزل بتاعتها بيبقى غالي لانها لحم صافي. ايوه. بيبقى كام مثلا سعر الكيلو في الجزل؟ الكيلو في الجزل حوالي 175. 175 ودي برضه في الوسط هتقل شويه الاسعار؟ سعرها ينزل شويه. كل ده بيتشال. السمكه دي بقى الايام دي مطرحه ولا ما فيهاش؟ لا والله يعني السمكه دي فيها بطروخ. ايوه هنشوف البطروخ بتاعها دلوقتي. طيب دلوقتي بقى يا باشمهندس بقى، لو سمكه فيها بطروخ، البطروخ ده بقى بتعمل فيه يعني بتبيعه مع الفيليه ولا بتعمل ايه يعني؟ بيتباع لوحده. لوحده اصلا؟ وليه سعر لوحده؟ لو حد شال السمكه على بعض اي حاجه فيها تخص هو بتاعته، لكن انا ببيع كيلو جزل صافي زي كده. طب كيلو بطروخ بكام؟ ده كده كيلو الجزل اهو. ده كيلو جزل صافي عباره عن اربع جزل. اربع جزل ده كده كيلو. البطروخ بقى لوحده. البطروخ لوحده دي سعر تاني. سعره كام؟
350 كيلو. لا والله. كان في ناس بتسأل على البطروخ، وناس كتير من دول عربية ما تعرفش أصلا يعني إيه بطروخ. يا ريت تفهمهم بقى وتعرفهم يعني إيه بطروخ. ده هو بيض السمك. زي الكافيار كده وفوائده وقيمته الغذائية عالية جدا. والفوسفور اللي فيه عالي جدا. عشان كده سعره. طيب طرق عمايله بقى البطروخ. كده هتنشوي اللي هناك. دي ايه؟ دي الكبده والحاجات دي بتاعت السمكه. دي بطن السمكه، دي بيترمي ده خلاص، دي الاحشاء بتاعتها. ده بقى البطروخ اهو بسم الله ما شاء الله. بيتنضف. ده ب 350 الكيلو. كيلو. على حسب بقى وزنها. هتشتري يعني ده بكتير قوي 400 جرام. قول لنا بقى بيتعمل ايه بالبطروخ ده لو حد اشتراه، يعني يعمله ازاي؟ ممكن حد يعمله في صينيه، يدخله في زيت، صينيه فيها زيت كده، ويعمله صينيه في الفرن. ممكن يتعمل طاجن. ممكن يتسلق وبعد كده يتقطع ويتقلي. يتسلق تلقى خفيفه. ما ينفعش يتقلي على طول؟ يفضل يتسلق الاول في ميه بليمون كده، يعني شايفين ليمونه كده، ويتسلق وبعد كده يتقلي. حط الفيجيتار. يعني ده ما ينفعش يتقطع جزل كده ويتحط في طاجن؟ هيبوظ. ورينا بقى الفرق بين البطروخ والنشوي. دلوقتي اهو ده البطروخ، ده اسمه بطروخ بالشكل ده. ده ايه بقى؟ ده نشوي. نشوي قبل البطروخ بشويه، المرحله اللي قبل البطروخ. المرحله اللي قبل البطروخ دي بقى بتتاكل ولا ايه؟ بتتاكل. بتتاكل، بس الطعم اكيد مختلف صح؟ مش مختلف قوي يعني، هو ده بيبقى مرمل شويه عن ده بيبقى مرمل ده يعني شويه. شايفين؟ طبعا ده بيبقى اطعم واحلى. وده يعني ايه في الاول، فمش بيبقى زي ده كده. ده الفرق بين البطروخ والنشوي. ده البطروخ الناعم اللي في الرنجه وبطروخ الرنجه. ايوه، والاثنين على فكره من نفس السمكه، دي من سمكه الدراك ودي برده من سمكه الدراك، بس دي بقى كان البطروخ بتاعها يعني لسه ما استواش قوي، ودي خلاص البطروخ بتاعها بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله. دلوقتي بقى قول لنا هتعمل ايه. السمكه دي بقى بتتخلي؟ لا ما بتخليش، هتقطع بجلدها يعني. هيبتدي يقطع الجزر بقى. بتقطعها، عايزه اعرف بتقطعها يعني بنفس اسمها ايه، الصمت يعني او السكنس؟ بتعرف ازاي؟ بالعين، بالنظر؟ بالنظر، بالخبره يعني. شغلتي بقى مع. طيب هل لازم تتقطع سمك رفيع ولا تخيني؟ على حسب ما الزبون يحب. انا عامل اللي هو زبون عادي بس. على حسب. انا متقالي ممكن وسط علشان تبقى ماسكه نفسها في القلي او الشوي او كده. هي في ناس بتحب معظم الكلام ده. شايفين؟ عشان رفيعه بتبقى ناشفه وبتبقى تخينه وما بتستويش. فتبقى وسط احسن، هو بيقطعها وسط. ربنا يبارك له وتسلم ايده. شايفين بسم الله ما شاء الله، بالنظر والخبره طبعا كلها مقاس واحد وحجم واحد. السمكه دي تعتبر فيها شوك ولا ما فيهاش؟ لا عادي زي اي سمكه. سلسله بس. السلسلة بس اللي في النص هي اللي بيبقى فيها الشوك، ولكن دي تعتبر اللحم بتاعها احمر مش كده؟ لا 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 ابيض. يعني ابيض محمر شوية، مش زي الماكريل اللي بيبقى احمر. لا الماكريل وضعه ده وضع تاني خالص. الماكريل اللي بيبقى لون اللحم بتاعه احمر. ما شاء الله عليك بجد يعني. يا ريت تقول مكان المحل بتاعكم هنا في سوق الانصاري في الحاره رقم كام؟ الحاره الثالثه. محل اولاد زكريا. محل اولاد زكريا، احسن محل لتنظيف الاسماك وتجهيز الاسماك كمان، او اي ماكولات بحريه طبعا. طبعا ممكن نشتري السمك وبعد كده نجيبه هنا يتجهز عند اولاد زكريا، بيجهزوه للاكل على طول. وكمان ممكن تقضوا مشاوركم في السوق وتكون خلص هو التنظيف بتاعه وتجيبوه. وفي برده هنا محلات بتسوي في قلب الحلقه وتاكلوه بالف هنا وشفا، سواء اللي جاي زياره بقى وعايز ياكله على الكورنيش او في اي مطعم بالف هنا وشفا. وكل حاجه موجوده هنا في سوق الانصاري في السويس يعني. او لو حد طبعا عايز ياخد بقى في الايس بوكس ومسافر، طبعا بياخد الحاجه متجهزه على التفريزه على طول، وده ميزه الصراحه المحل هنا ان هو كمان بيجهز مش مجرد بينظف بس. شايفين بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال بجد، تسلم ايدك بجد. بصوا ما شاء
شكلها يتاكل بايت، شكلها جميل جدا. تبقى الف هنا وشفا للي ياكلها، وربنا يكرمك يا رب. عليها طلب السمكه دي بقى يا باشمهندس بقى؟ اه طبعا عليها طلب طبعا. اللي عارف قيمتها اه، واللي مش عارف قيمتها من الشكل كده بس، يعني الشكل ده معاه الشكل كده جميله، حاجه ما شاء الله يعني، طعمها جميل جدا، طعمها كمان جميل، واللي بيجربها مره كده عليها على طول، وخاصة الأحجام الكبيرة دي طعمها مختلف عن الصغير والله. دي بقى أصغر حجم منها ممكن يبقى قد إيه يعني الدراج دي؟ لا ده في منها صغيرة، ده في منها الكيلو خمس ست سمكات فعلا؟ سبع سمكات في الكيلو والله كده. ودي بقى برضو بتتقطع جزل برضو وكده صغير؟ هي بتبقى صغيرة زي ما هي يعني، بتتقلي زي ما هي. أه زي ما هي كده، زي أي سمك يعني. دي بقى ده بقى بتشوي على الفحم. أه سمعت جميل. ده خطير على الفحم، خطير. إن شاء الله. على هنا ابراهيم، وبنشكرك جدا جدا يا ريس ابراهيم، بنشكرك وبنشكرك يا باشمهندس بهاء على الحلقه الجميله اللي احنا عملناها دي، بنشكرك جدا وبشكركم جدا لمتابعتكم للفيديو، واتمنى لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في القناه اللي يشوف قناتي اول مره، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.